السلام عليكم. وانت قاعد بتشتغل على الكمبيوتر وفاتح برامج او ملفات او حتى بتضغط ملف، وفجأة قررت انك تطفي جهاز الكمبيوتر وتقوم، مفيش قدامك وقت تسيف الشغل بتاعك قبل ما تقفل الملفات المفتوحة. ده غير شغلانة الكمبيوتر بيعملها ولسه ما خلصهاش، ولو انطفى هتضطر تعيدها من الاول وتضيع الوقت تاني. يعني انت عايز تطفي الكمبيوتر بس لما تيجي تشغله تلاقي كل حاجة على الشاشة زي ما هي، ولو الكمبيوتر بيعمل حاجة يكمل من نفس التوقيت بالظبط، لدرجة انك لو مشغل ملف فيديو هتلاقيه بيكمل من نفس التوقيت. دي خاصية موجودة في أنظمة الويندوز وكتير منا ما يعرفهاش. أهلا بيكم، أنا وليد عنتر ودي قناة المقهى الإلكتروني، والحلقة دي هنتكلم فيها عن خاصية بتقدمها لنا شركة مايكروسوفت. الخاصية اسمها هايبرنيت، هنفعلها على الويندوز بتاعنا سواء ويندوز 11 أو أي ويندوز تاني. ولو لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة، ويلا بينا نبدأ. Thank you.
وبكده نكون وضحنا خاصية الهايبر نت اللي هتحافظ لنا على كل حاجة كنا بنعملها قبل ما نقفل جهاز الكمبيوتر. الخاصية دي من المستحسن ان احنا ما نستخدمهاش الا عند الضرورة، لان الطبيعي وانت بتقفل جهاز الكمبيوتر بيمسح الملفات المؤقتة اللي هي ممكن تتقل الجهاز شوية، يعني ما ينفعش استخدم الخاصية دي كل مرة، لا يعني هستخدمها مرة، المرة اللي بعدها اعمل شوت داون بالطريقة العادية. اكتبولي ايه رأيكم في الخاصية دي، هتابع كل اجاباتكم في التعليقات، والى اللقاء.